السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الموسم الجديد 2020-2021، بداية من اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020. متابعين الكرام، الفيديو هيكون بتوقيت مصر وليبيا والسودان. لو حضرتك عايز توقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، من فضلك زود ساعة على توقيت الفيديو. لو حضرتك عايز توقيت الإمارات وعمان زود ساعتين. لو حضرتك عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب زود قلل ساعة، عذرا قلل ساعة. لو حضرتك عايز توقيت جرينتش وموريتانيا قلل ساعتين. ومثال على كده مباراة مثلا فالنسيا أمام إليتشا هيكون يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة سبعة الساعة كام 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. المباراة ستذاع بين فالنسيا وإليتشي على قناة بي ان سبورتس اتش دي 3 ومعلق المباراة عامر الخزيري. يوم السبت 24 أكتوبر 2020 أول مباراة، مباراة قوية جدا، الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. المباراة معادة الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة وباقي القنوات وباقي التوقيتات الأخرى اللي هي السعودية وخلافه، الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة احنا قلنا أربعة الساعة 6 مساء عذرا بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 2 بتوقيت جرينتش وموريتانيا. طبعا قلت التوقيتات بتاع المباراة دي عشان المباراة قوية. القناة الناقلة قناة بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 3، معلق المباراة إما رؤوف خليف أو عصام الشوالي. تمام. اوساسونا هتلعب امام اتلتيك بلباو الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3. اشبيلية هتلعب في نفس التوقيت امام ايبار، القناة الناقلة لاشبيلية وايبار هي قناة بين سبورتس اتش دي 3. يبقى كده واحدة من المباراتين دول هتكون على قناة اخرى، اعتقد هتكون مثلا اوساسونا وايبار على قناة بين سبورتس اتش دي 5 واشبيلية وايبار على بين سبورتس اتش دي 3. اتلتيكو مدريد هتلعب امام ريال بيتيس في نفس اليوم اللي هو السبت 24 اكتوبر 2020 الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3. بلد الوليد هتلعب أمام ألافيس يوم الأحد 25 أكتوبر 2020 الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3. قادش هتلعب أمام فياريال الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3. ختافي هتلعب أمام غرناطة الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3. ريال سوسيداد هتلعب أمام هويسكا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3. يوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 اخر مباريات الجولة السابعة من الدوري الاسباني، ليفانتي هتلعب امام سيلتا فيجو الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الاخر الخلاصة. اشترك في القناة بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.